نشأة بسيطه ومن عائله صغيره كنت انتمي اليها، وكنت بدايه دراستي كانت محدوده بالدراسه الابتدائيه اللي في مدارس جزء من الدراسة الابتدائية كان في المنامة في المدرسة الغربية اللي كانت تسمى مدرسة الغربية والآن المدرسة مدرسة أبو بكر في المنامة. وبعدين العائلة انتقلت إلى المحرق، وبقية الدراسة الابتدائية كانت في مدرسة الهداية الخليفية. عندما انهيت دراستي الابتدائية كانت في فرصتين، أو أواصل إلى الثانوية، وكان ذاك الوقت الثانوية 4 سنوات، ما في توجيهي في 4 سنوات دراسة ثانوية، وكان في خيار آخر في ذاك الوقت، وهذا الخيار كان متوفر عن طريق شركة نفط البحرين بابكو، اللي هو الانضمام إلى برنامج التدريب المهني. في شركة نفط البحرين كانوا يزورون المدارس ويستقطبون عدد من الطلبة اللي متخرجين من الشهادة وعندهم الشهادة الابتدائية، يستقطبونهم للانضمام إلى هذا البرنامج، برنامج التدريب المهني. وبالفعل أنا أحد الأشخاص اللي استقطبوني للانضمام إلى برنامج التدريب المهني الذي يسمى في البحرين الأبرنتس. هذا الاسم اللي معروف عن جيلي والجيل اللي بعدي، ويمكن هذا البرنامج التدريبي اللي كان يديره أو تديره شركة نفط البحرين يمكن من أنجح البرامج التدريبية للبحرينيين. ذاك الوقت فقط مع الأسف كان للبحرينيين وما كان للبحرينيات، فكان بس فقط للذكور وما كان موجود برنامج للإناث. فانضميت إلى شركة نفط البحرين كمتدرب، كنت موجود 4 سنوات في برنامج التدريب. السنة الأولى كانت كليا دراسة، أما السنوات الثلاثة المتبقية فكان جزء دراسة وجزء عمل للتدريب في مواقع العمل المختلفة. وبرنامج التدريب بابكو في كان 3 فئات، فئة التدريب التجاري، وفئة التدريب المهني، وفئة تدريب كل الأمور اللي تتعلق باستكشافات النفطية. فاختيار الطلبة تقريبا كان جماعة المسؤولين عن التدريب في بابكو هم اللي كانوا يختارون أي فئة ينضم إلى أي عدد من الطلبة ينضمون إلى أي فئة. نعم. فأنا انضميت طبعا بقرارهم، انضميت إلى برنامج التدريب من فئة التجاري. نعم. فدرست تقريبا ما يساوي شهادة ثانوية بس كلها باللغة الإنجليزية، وكل شهادة من المدارس أو التعليم الإنجليزي. لا. وتخرجت بعد 4 سنوات، تخرجت
من التدريب المهني، وكنت أحد المتفوقين في الصف اللي أنا كنت فيه. كان سنة كم تقريبا حضرتك؟ نتكلم عن سنة انضميت إلى بابكو سنة 1958 ما شاء الله، وكنت موجود من 58 إلى 62 في برنامج التدريب المهني. وكنت كما ذكرت كنت من المتفوقين، وافتحوا المجال إمكانية الذهاب إلى بريطانيا لدراسة شهادات عليا. فأنا كنت من المجموعة اللي تم اختيارهم للدراسة في بريطانيا دراسة المحاسبة. فأنا مهنتي أصلاً محاسب، ما شاء الله، يعني شهادتي الجامعية وتقريبا الزمالة اللي عندي بالنسبة للدراسات العليا هي المحاسبة. تمام. فأنا محاسب. فظليت أرسلت إلى بريطانيا من سنة 1966 إلى 1977 لدراسة المحاسبة، وفي نهاية سنة 70 كنت واحد من 5 طلبة بحرينيين لأول مرة يحصلون على الدراسات العليا كمحاسبين من كليات وجامعات في بريطانيا. بعد عودتي من الدراسة في سنة 1970 كان البرنامج اللي عدته بابكو إن أعطاني فرصة في دوائر مختلفة من دائرة المحاسبة على أساس أن نكتسب خبرة كأول سلم إداري. كنا مشرف على إدارة معينة في دائرة المحاسبة، وكنت أحد الأشخاص اللي تم على نفس البرنامج أن أعطى فرصة لأدير أحد الأقسام من دائرة المحاسبة. وبالفعل ظليت في هذا الوضع من سنة 70 إلى 72. في ذاك الوقت البحرين ابتدت تستقطب عدد من البنوك العالمية التي تتواجد كفروع لها في البحرين، وكان في عدد من البنوك أو فروع الأجنبية من قبل بريطانية مثل ستاندرد تشارتر أو بنك البريطاني للشرق الأوسط في ذاك الوقت سماه، والآن HSBC. فإضافة إلى هذه البنوك ابتدت بنوك أمريكية تدخل السوق البحريني. سيتي بنك كان هو البنك اللي موجود في البحرين وكان يشجع البحرينيين للانضمام. فطبعا في فرصة لمواصلة العمل في بابكو، لكن كلنا بعد ما تخرجنا المجموعة الأولى من 5 كنا كذلك ننظر إلى فرص أخرى. نعم. فعدد من 5 تجاوبوا مع الفرص اللي موجودة في السوق وانتقلوا من بابكو إلى أعمال أخرى، منها في مجال التدقيق، منها في عمل وزارات الدولة، منها إلى بنوك أمريكية. فأنا كنت رابع طالب بعد التخرج، وفي سنة 72 شفت أنه يمكن في فرص موجودة في القطاع المصرفي اللي في ذاك الوقت كان قطاع واعد. فبالفعل يوم عطلة كان
يوم خميس وجمعة كان عطلة بالنسبة لبابكو، فدخلت مكتب كان صغير للسيتي بنك موجود على شارع الحكومة. دخلت وطلبت من سكرتيرة المدير العام أن أقابل المدير العام، فبالفعل سألت ليش، فأنا قلت له بس أبغى أشوفه بس، فبالفعل أعطاني فرصة أن أشوفه، فعرفت نفسي عليه وقلت له أن أنا أحمل شهادة محاسبة وأن ودي أكون محاسب أو رئيس العمليات في سيتي بنك. طبعا استغرب من هاي الدخول بشكل مباشر، في ثقة يعني. فاتصل بالمسؤول عن العمليات من جالية غير بحرينية وطلب أنه يحضر، ولما حضر ودخل وعرفني عليه خبر، قال هذا الشخص اسمه مراد علي مراد وعنده شهادة محاسبة وجاي يقدم طلب على أساس يحل محلي. فطبعا الاثنين استغربوا، لكن هاي طريقة دخولي إلى القطاع المصرفي اللي ابتدى سنة 1972. كان سن حضرتك كان تقريبا ساعتها لما حضرتك يعني كنت تمتعت بالشجاعة والجرأة والإقدام ده، يعني تقريبا كان سن حضرتك كان أنا من مواليد 45 ما شاء الله. فابتديت مع بابكو وعمري 13 سنة وظليت مع بابكو شوي أكثر من 13 سنة، فكان تقريبا عمري 26 صح، وقت اللي انضميت او طلبت الانضمام الى سيتي بنك. وهذه دخولي الى القطاع المصرفي، مدخلي الى القطاع المصرفي في سنة 72. وانضميت الى سيتي بنك متدرب، والهدف متدرب تنفيذي، الهدف أن أبعث إلى مركز التدريب لسيتي بنك في بيروت في ذاك الوقت. فرحت من شهر جولاي 72 إلى يناير 73، 6 شهور. صرت متدرب تنفيذي في مركز التدريب لسيتي بنك في بيروت. و خلال تواجدي هناك كنت من الطلبة المتفوقين جدا، وكنت أول طالب تنفيذي تم ترقيته وأنا موجود لحد الآن في التدريب ما شاء الله. قبل ما أن أرجع للبحرين، وأول سلم بالنسبة للعمل الإداري. فعني إذا أخذ خبرتي كل السنوات، ما اشتغلت أنا كموظف في أي مكان ولا في بابكو ولا في القطاع المصرفي لحد الآن، كنت دائما في بداية السلم الإشرافي والإداري، يعني موظف أو ما قد اشتغلت، فدائما كنت إداري. رجعت من بيروت في يناير 73 واشتغلت في مجموعة دوائر سيتي بنك كمسؤول عنها، مسؤول عن الدوائر، حتى أتيحت الفرصة لأكون مسؤول عن بيع وشراء وبيع القطع الأجنبي، يعني كأنه ما يسمى مدير الخزانة. فكان السبب أن مدير الخزانة اللي كان موجود قرر أنه يترك سيتي بنك، بما أن إحنا أنا مريت تجربة وتدريب في بيروت،
قال لي المدير العام ليش أنت ما تجرب تدخل مجال اللي يسموه بالإنجليزي foreign exchange، ليش ما تدخل في بيع وشراء؟ في ذاك الوقت كان بيع وشراء والمعاملات بالقطع الأجنبي كان بسيطة جدا، ما فيه شيء يعني كلش بسيطة. فبس أنا قلت حق المدير العام يعني أنا محاسب، أنا جاي على أساس أصير مدير العمليات، كيف أنت الحين تعطيني فرصة أن أنتقل إلى مجال آخر؟ قال أنت جرب. قلت له أنا جرب على شرط أعطي روحي 3 أشهر، إذا ما حبيت وظيفة مسؤول القطاع الأجنبي أرجع إلى نفس المركز اللي فيه لي طموحات فيه. يعني تقريبا يعني يعني حطوا ثقتهم في حضرتك تقريبا نقول بعد سنة تقريبا أو أقل من سنة من التحاقك بسيتي بانك. أي تقريبا يعني إبريل 72 التحقت بسيتي بانك، يوليو 72 ابتديت برنامج التدريب في بيروت، رجعت يناير 73 تقريبا، هاي كان في أواسط 73 عندما قرر مسؤول القطاع الأجنبي أن يترك سيتي بانك. وتقريبا بعد سنة وبالفعل بعد ما رجعت يعني ترأست عدد من الدوائر اللي موجودة في سيتي بانك، وبعدين انتقلت إلى مسؤول القطاع الأجنبي، وهذه الحرفة تمت معي فترة طويلة مو بس في سيتي بانك. طبعا أنا أصبحت مدير القطاع الأجنبي في سيتي بانك، وبعد ما تركت سيتي بانك في أواخر 1976 انضميت لمدة 2 سنين كمسؤول القطاع الأجنبي في بنك البحرين الوطني. فاشتغلت من يناير 1977 إلى يناير 1979 كمسؤول للقطاع الأجنبي في بنك البحرين الوطني. في ذاك الوقت بنك البحرين الوطني ما كان يوجد فيه أو توجد فيه إدارة مسؤولة عن القطاع الأجنبي، فأنا أنشأت إدارة القطاع الأجنبي بالمفهوم المتداول في ذاك الوقت. يعني كان تم إنشاء هذه الإدارة في بنك البحرين الوطني على يد حضرتك؟ إيه نعم، أنا كنت أنا الشخص الثالث، كنت كان المدير العام وكان نائب المدير العام وكنت أنا مدير الخزانة أو مدير القطاع الأجنبي. فأنا أنشأت 2 سنين ظليت مع بنك البحرين الوطني. وقت اللي كنت في سيتي بانك كانت كمسؤول عن القطاع الأجنبي كانت عندنا كثير من الاجتماعات ما بين مسؤولين القطاع الأجنبي بالنسبة لسيتي بانك في المنطقة، نلتقي مع بعض في بيروت، كنت ألتقي بالشخص المسؤول عن القطاع الأجنبي في السعودية ومسؤول القطاع الأجنبي في قطر ومسؤول القطاع الأجنبي في مكانات أخرى، سيتي بانك كان لها تواجد. فمن خلال اجتماعاتي تعرفت على مسؤولين. فمع بداية 1979 جاء إلى البحرين مسؤول القطاع الأجنبي اللي كنت أعرفه اللي كان موجود في السعودية، ترك سيتي بانك والتحق بالبنك الأهلي التجاري السعودي. وكان مهمته في زيارته إلى البحرين أن يفتتح فرع لبنك الأهلي التجاري السعودي، وحدة خارجية يفتتحها في البحرين. بما أن كنا نعرف بعض فهو كان على اتصال متواصل معي أنه ألتقي معاه، يسأل
وين نقدر يقدرون يفتحون مكاتب، شلون يوظفون موظفين، شلون كذا وشلون كذا وشلون كذا. فكنت أرتقي معه بصفة مستمرة، وأنا لحد الآن في بنك البحرين الوطني. ففي ليلة من الليالي على عشاء كنت قاعد معه وقلت له يا أحمد، يعني أنت دائماً أرتقي معك، هذه ليش ما تأخذني معك في بنك الأهل التجارة السعودي؟ قال والله فكرة وايد زينة، أنا راح بالموافقة من جدة وأرجع. وبالفعل رجع جدة في أحد الاجتماعات وحصل الموافقة وعرض علي وظيفة مدير الخزانة أو نائب المدير، هو كان مدير أنا نائب المدير مسؤول عن الخزانة. وانضميت في إبريل 1979 إلى البنك الأهلي التجاري السعودي، وحدة خارجية، كالشخص الثاني. وظليت كالشخص الثاني مدة سنة، لأن أعطي المسؤول المدير مهمة أخرى، أن يفتتح فرع لبنك الأهل التجاري السعودي في بريطانيا. فأنا حليت مكانه كمدير للبنك الأهل التجاري السعودي كمسؤول أول. وهي لأول مرة انتقلت إلى قمة الهرم. أنا مسؤول عن الفرع. الفرع كان عدد الموظفين كان متوسط، لكن أعماله وأرباحه وعملياته كانت كبيرة. كم سنة كان بحضرتك الكلام؟ يعني ذاك الوقت كنا نتكلم عن 5 مليار ريال سعودي. 5 مليار ريال سعودي، وهذا كان في أواخر السبعينات بداية الثمانين. يعني ده في الفرع اللي كان موجود هنا. اللي كان موجود هنا. موجود هنا. ما شاء الله. فيعني كان فرع كبير، أرباح زينة، فصرت مسؤول عن في قمة الهرم. كان دائما عندي رغبة إعطاء الفرصة بقدر المستطاع في تطوير وتدريب البحرينيين. ما شاء الله. فالفرص في الوظائف السابقة، الفرصة هذه ما كانت، يعني ما كنت عن المسؤول الأول أو في قمة الهرم، لكن في البنك الأهلي التجاري السعودي أصبح من مسؤولياتي أن أشوف تطوير وتدريب البحرينيين. نعم. فبالفعل دربنا عدد كبير من البحرينيين، طورناهم في مجالاتهم المختلفة، خصوصا في مجال القطع الأجنبي اللي كان عمليات الفرع، عمليات الفرع. فكان عندي شغف أن بالفعل أكون مسؤول عن التدريب والتطوير خصوصا إلى البحرينيين. وبالفعل تقريبا في ذاك الوقت كان أكثر من 90% من موظفين الفرع كانوا بحرينيين في ذاك الوقت، يعني في بداية الثمانينات. ظليت في بنك الأهلي التجاري السعودي تقريبا إلى نهاية 1986. كم سنة تقريباً حضرتك؟ تقريباً من يمكن شوي 7 إلى 8 سنوات. ما شاء الله. أي. فإذا تأخذ يعني عملي الكامل كموظف كمسؤول، أقدر أقسمه إلى 3 أقسام تقريباً متساوية. 13 سنة في بابكو، 13 سنة ما بين سيتي بنك وبنك البحرين الوطني
والبنك الأهلي التجاري السعودي. نعم. و16 سنة كمسؤول رئيس تنفيذي في بنك البحرين والكويت. فعني تقريبا بالتساوي وقتي اللي كنت أنا موظف ومسؤول في القطاع النفطي والقطاع المصرفي. في سنة 85 وكنت أنا أسمع في السوق، بما أنا كنت موجود في القطاع المصرفي، أسمع عن أوضاع بنك البحرين الكويت اللي كانت أوضاعها صعبة وكانت تمر بأمور مالية صعبة جدا. ترتب على هذا الوضع أن المدقق الخارجي رفض أن يوقع على البيانات المالية، وتدخل في ذاك الوقت مؤسسة نقد البحرين، الحين بنك البحرين، بنك مصرف البحرين المركزي، تدخل وأعاد هيكلة البنك وتغيير مجلس الإدارة والاستعانة بإدارة جديدة. فأنا كنت من الأشخاص اللي تم الاتصال بهم على أساس يأخذون يعملون مع مقابلة لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد لبنك البحرين والكويت. أنا كنت الوحيد، بقية اللي قابلوهم كانوا غير بحرينيين. فعندما انتهوا من المقابلات، وهي كان تكليف لجنة مختصة من مجلس إدارة بنك البحرين والكويت في ذاك الوقت، تم اختياري أن أنا أكون الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، وصار الاتفاق ووقعت وابتديت العمل مع بنك البحرين والكويت من بداية 1987. ما شاء الله. وظليت في بنك البحرين والكويت إلى نهاية 2002 كموظف كرئيس تنفيذي. خلال هالفترة كان البنك يمر بصعوبات شديدة، مختلف أنواع الصعوبات، مختلف أنواع بما فيها الصعوبات المالية أو صعوبات عدم تواجد سياسات أو عدم تواجد الكوادر اللي عندها المقدرة. فتقريبا كانت مهمتي، واختارت بعد فريق على أساس أعمل مع هذا الفريق، ففي إعادة هيكلة البنك كليا. فالحمد لله يعني توفق هذا الفريق وتوفق البنك في تعدي مرحلة خطيرة جدا في تاريخ البنك. نعم. كان على وشك الانهيار. ودائما أتذكر وقت اللي أنا كنت أجلس ساعات طويلة في مكتبي، أنا يعني عندي هذه المهمة، مهمة صعبة، عندي كذلك من مسؤولياتي حماية 400 موظف بيعمل في البنك، هم اللي يعملون في البنك مع عوائلهم، في حالة أن البنك يفشل معناه 400، معناته هاي 400 موظف يكون فيه. فدائما هذه كان في بالي، وكان هذه الحافز تحدي. أن أعمل بجد أكثر وأعتمد على عدد كبير من الموظفين. والحمد لله بنهاية 1989 تحول البنك إلى بنك، يعني خلاص ابتدى البنك يغير، تغير وعلى وشك أنه يعني ندخل فترة ربحية. نعم. عندما جاء
الرئيس صدام حسين وغزا الكويت، لأن عندنا تواجد في الكويت وخمسين في المئة من البنك ملكية كويتية. أوكي. فكان تحدي آخر. تراجع البنك بشكل كبير في سنة 1990. والتحدي ليس فقط من الجانب المالي لكن من الجانب الأمور الأخرى. في سنة 1991 كذلك حقق البنك خسائر لأول مرة من سنة 86 و85 و86 بعد ما ابتدى يقف على رجله، بعد ما وقف البنك على رجله. فسنة 91 خسر البنك. أحد الأشياء الأمور اللي أنا أعطيت أهمية كبرى، لأن محفظة البنك كانت محفظة غير منتظمة، نسبة كبيرة فوق 70% من المحفظة كانت غير منتظمة، بما معنى عدم مقدرة الزبون أن يوفي بالتزاماته تجاه البنك. فاستعانت في ذاك الوقت بالحكومة عن طريق أعضاء اللي يمثلون صندوق التقاعد اللي هو جزء من الحكومة، وعن طريق محافظ مصرف البحرين المركزي في ذاك الوقت مؤسسة النقد الأخ العزيز عبد الله حسن سيف، وكذلك عن طريق لجأنا إلى الله يذكره بالخير أستاذنا الكبير إبراهيم عبد الكريم اللي هو كان وزير للمالية في ذاك الوقت، وعن طريقهم حصلت على دعم مادي لفترة 3-4 سنوات، أن وضعوا مع البنك وديعة بأسعار متدنية قريبة للصفر لإعطائنا الفرصة، لإعطاء إدارة البنك فرصة أن يتم تنظيف هذه الحسابات الغير منتظمة. فبالفعل الوديعة ظلت معنا، وديعة مشابهة كذلك حصل البنك عليها في دولة الكويت، فرع الكويت. ذاك الوقت فرع الكويت كان متأثر حتى البحرين بتبعات سوق المناخ. نعم. بسبب سوق المناخ، تبعات سوق المناخ، فحصل البنك كذلك الفرع في الكويت حصل على دعم 60 مليون دينار كويتي. ما شاء الله. فأعطى البنك الدعم من البحرين، من حكومة البحرين ومن حكومة الكويت، أعطى فرصة للإدارة وأعطى الوقت على أساس يصلح الوضع خصوصا من الجانب محفظة الائتمان. نعم. ويجب على هذا البنك أن لا ينسى أبدا الدعم اللي حصل عليه من حكومة البحرين وحكومة الكويت. الحقيقة أنا كنت عايز يعني حطيت سؤال وأنا الحقيقة كنت مستغرب فيه، يعني متوقع أن حضرتك بتشتغل أكثر من 13 ساعة في اليوم، فكنت حابب أكلم حضرتك عن الهوايات. يعني حضرتك الهواية اللي أنت بتمارسها أو اللي أنت بتحبها أو ما بين فترة والتانية ممكن تمارسها؟ في مرحلة يعني وقت الصغر كان عندي هواية التصوير. ما شاء الله. ودخلت كان في بابكو كان عندهم جمعية حق التصوير، فأنا دخلت تصوير في ذاك الوقت، هذا مختلف تماما عن الآن. فالتصوير وكيف أن أنت تطلع والمونتاج والمونتاج والآخر الآخر. وبعدين سنوات طويلة دائما كنت أشوف تطور التصوير خصوصا تصوير الفيديو، وكان عندي كاميرات سينمائية وبعدين أصبحت الكاميرات الجديدة، فكان عندي حب كبير للتصوير. الهواية الأخرى عندي هواية بالنسبة
التكنولوجيا. دائما أحب أن أتابع تطور التكنولوجي، الاطلاع على ما هو جديد. أيوة، على تطور التكنولوجي. طبعا تركيزي على مجال تطوير التكنولوجي في مجال المالي والمصرفي، لكن بصفة عامة عندي حب وشغف بالنسبة لكل ما يحدث في التكنولوجيا. ما شاء الله. يعني هذا الجانب اللي شوي يأخذ من وقتي. وبما أن دائما كنت أحب أن بنفسي أقوم بعمل ما، لحد الآن أحب أن أقوم بأعمال بنفسي وأشوف. حتى بعض الأحيان الأولاد يقول خلوا الموضوع، خلوا الموضوع عندي، يعني إحنا بنسويه، ما عليه. فوقتي في الوقت الحاضر موجود أنا فقط في 3 مجالس: مجلس إدارة بنك البحرين الكويت، مجلس إدارة بنك الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، ومجلس إدارة المعهد. بالنسبة للجواب على سؤالك، بالنسبة للتأمين، كل نشاط له جوانبها الخاصة بها، لكن هي العامل الرئيسي خصوصا بالنسبة للمجلس، العامل الرئيسي هو إدارة المجلس كرئيس تنفيذي، رئيس مجلس. كيف أنت تدير أعمال المجلس؟ نعم، هذه مشترك ما بين البنك وأي شركات أخرى. الجانب التأميني جانب هام يتطور بصفة مستمرة في البحرين، يحتاج عمل أكثر، وفي تحديات مثل التحديات اللي موجودة بالنسبة للقطاع المصرفي أو أي قطاع آخر. فيعني قطاع التأمين موجود أنا كرئيس مجلس إدارة من 2014. ما شاء الله. وانضميت إلى مجلس إدارة البحرين الكويتي للتأمين 2004. موجود تقريبا حوالي 20 سنة. كذلك أطبق نفس المبدأ، أن يعني لازم عمل جماعي، لازم قرار جماعي، ما عندي أي صلاحية فردية، وما أحب ولا أشجع على الصلاحيات الفردية، لأن عمل المجلس مفروض أن يكون عمل مجلس. نعم، كفريق. تمام. بالخبرات الطويلة والمسيرة المباركة طيبة المتميزة والنجحة، رسالة حضرتك أخيرا للشباب البحريني يقولون يا حضرتك؟ الشباب البحريني ممتاز. الشباب البحريني أعتقد كل الناس تثق فيهم على أعلى مستوى. كفاية أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعطي كل أو جل اهتمامه إلى موضوع البحرينيين وتطوير البحرينيين وتأهيل البحرينيين وإعطائهم الفرصة لشهادات عليا. نعم، يعني كفاية أن هذا هو اللي إحنا نطلع. فيعني البحريني في كل جيل، جيلي أنا مختلف، في كانت جوانب إيجابية وجوانب سلبية. نفس الشيء بالنسبة لهذا الجيل، في جوانب إيجابية وفي جوانب سلبية. مفروض أن إحنا نستغل الجوانب الإيجابية ونبني عليها، ونحاول أن نقلص الجوانب السلبية. وفي الوقت الحاضر الجوانب الإيجابية كثيرة. نعم. في مجالات أن الشباب البحريني ليس يكون موظفاً، لكن أن يبدأ أعماله الخاصة في مجالات كثيرة، أن تقدر تفتح مجالات وتفتح شركات وتوظف موظفين. نعم.
الحمد لله عندنا الكفاءات البحرينية عامل واحد مهم جدا، ليس من جانب الطلبة أو الجيل هذه، من جانب أصحاب الأعمال. يجب أن يعطوا التدريب والتطوير أهمية قصوى، لأن لا تنبني ولا الأوطان ولا المؤسسات إلا بسواعد أبنائها. كل ما تم تطويرهم تدريبهم وتعليمهم، كل ما حصدت ما أنت تزرع. سيد مراد علي مراد، نشكر حضرتك شكرا جزيلا على وقتك، ونسعد بتواصل حضرتك دايما، وشكرا جزيلا على المسيرة الطيبة. شكرا جزيلا.